اليوم شباب اليوم مرحبا بكم على استوديو لايف. ضيفتنا اليوم قرات في المعهد الموسيقي وكبرت في أجواء عائلية فنية. غنت أول مرة سنة 1997 نجوم الغد وشاركت في مهرجانات كثيرة وحصلت على جائزة أحسن صوت في المهرجان الأغنية الدينية. وصلت المرحلة النهائية في ستوديو دوزيم في 2006. شاركت في مهرجانات تركيا وأذربيجان، مرحلة مهمة في حياتها الفنية دابا نتكلموا عليها من بعد. ها هي معنا اليوم على ستوديو لايف، بغيتكم تستقبلوا معايا المطربة الصاعدة سميرة بالحاج. مساء الخير عليكم، تحية طيبة للجمهور الكريم، الشباب الموجودين معنا اليوم، تحية الفرقة الموسيقية برئاسة المايسترو سعيد بنتيقة. بنت حي شعبي قولها بلا ما نخبي، بنت حي شعبي قولها بلا ما نخبي، واللي على لساني خرج من قلبي، اللي على لساني خرج من قلبي. يلا قولوا معايا بنات الحومانة، بنت حي شعبي زين وشان وهم معروفة بطيبة قلبي. قولوا معايا بنات الحومة، حي شعبي زين وشان وهم معروفة بطيبة قلبي. صار زمن ولا يطول قفز بغتي ما نتبدل، صار يطول قفز بغتي ما نتبدل. أنا بنت حي شعبي، أيوة جمع بلا ما نخبي، بنت حي شعبي قولها بلا ما نخبي، واللي على لساني خرج من قلبي، اللي على لساني خرج من قلبي. قلبي كلشي يغني معايا اليوم، انا بنت حي شعبي حبابي وجيراني حتى هما، كلشي يغني معايا اليوم بابي وجيراني حتى هما. مرضية أنا مع والديا وشي بغيني خاف عليا، مرضية مع والديا وشي بغيني خاف عليا. انتما ولاد حي شعبي، لكن حنينة عيبي بعيد تيتا ورزينة، نفسي حارة لكن حنينة عيبي بعيد تيتا ورزينة. حبابي وجيراني حتى هما، كل شي غني معايا اليوم، بابي وجيراني حتى هما. قصار زمن ولا يطول قفز بغتي ما نتبدل، قصار يطول قفز بغتي ما نتبدل. أنا بنت حي شعبي، الله يعطيكم الصحة، تحياتي.
قلبي دستو عليه اختاريتو لفرا
لكم بزاف. شكرا شكرا. Yeah.
باش تنلقاك انا محتاج ضماتك رجعني للايام اللي مشات كيف كانت وانا صغيره فينك يا عمارة الدار ولا تقولي انا لوحدي قطايا وفراشي راهو رضاك ماني خايفه وبالي هاني لكن توحشت انا محتاجه ضماتك رجعني للايام اللي مشات كيف كانت وانا صغيره فينك يا عمارة الدار ولا مشيتي راني حسات ولا مشيتي ربي رحمات ولا مشيتي راني حسات ولا مشيتي ربي جناب الله كبير دير الخير يا سيدي دير الخير دير الخير وما يهمك الغير دير الخير يا سيدي دير الخير دير الخير وما يهمك You got to live your life and hurt no others You got to live your life and hurt no others You got to live your life You got to live your life. You got to live your life. Hi, 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 hi
سميرة بالحاج. شكرا شكرا لك. تحت رئاسة الأستاذ الكبير المايسترو سعيد بن ثقة. مرحبا بلالة سميرة، نهار كبير. ربي يخليك لالة سناء، وشكرا على الاستضافة، شكرا لهذا الجمهور الجميل، وشكرا لك سعيد والفرحة ديالو. سميرة 2006 تلاقينا أول مرة في استوديو دوزام. كاينة دابا تبارك الله هذه 10 سنين وحنا تنتعارفوا أنا وياك. اكزاكتومون. وشفت يعني حوايج تبارك الله عملتيهم من هذاك الوقت لهذا الوقت، ياك دائما غادة مع الشباب تبارك الله، هذا هو اللي مهم. يمكن سميرة تعرفت في الأوائل ديالها بأغنية طربية، لكن هذا لا يمنع أن الأغنية الشبابية حاضرة عندي. ما نهضروا عليها ودائما راك عارفة أني عزيزة ليا جديدة، ما نهضروا عليها هذه لابد. مرحلة مهمة في حياة سميرة الفنية هي المرحلة اللي كنتي في مهرجان تركيا وفي مهرجان أذربيجان. علاش تنسمعها دائما؟ بغينا نعرفوا حتى حنا في استوديو لايف. هي كانت جات استضافة من وزارة الثقافة اللي مشيت كوفد مغربي باش يمثل الأغنية المغربية والفن المغربي في تركيا وفي أذربيجان، وتكللت بأغنية أزارية في وسط المسرح ديالهم. هذه علاش بقات دائما عندي تاريخ معها وعندي ذكريات زوينة معهم. كيحسوا بالأغنية المغربية هم؟ لأن ماشي لغتنا وحنا ما تنغنيوش لغتهم. شوف من خلال هذيك التجربه غنقول لك دابا نزيد ناكد للناس انه اللغه الموسيقى ما زعما ما عندهاش حد بصراحه. يعني لما غنيت لهم كان المفروض انني نغني ساعه على روب، زادوني ساعه باش نغني مغربي. يعني هذا دليل على انه الاغنيه المغربيه حاضره. الحمد لله. الحمد لله. سميره معروفه تبارك الله عليك بصوتك القوي، صوت طربي. شكرا لك. ولكن بغيت نعرف هاد الموجه اللي كاينه اليوم تبارك الله، فين الصوت الطربي ديال سميرة؟ حاضر، رقت لك ديما أنا عزيزة ليا جديد، لأن مهم نعرفه، لأن الإنسان ما تيكون تغني بالشكل ديالك تبارك الله تنبغيو نبقاو يعني البصمة المغربية تبقى. بعد هذه بعد كلمة في حقي كبيرة عليا صراحة، نتمنى أنني كنت وفقت في الأغنية لا الطربية ولا الشبابية، إنما أنا عزيزة ليا جديد، عزيزة ليا نغني جميع الألوان الغنائية، جديدة قديمة شعبية مغربية غربية أي لون، المهم يكون الصوت حاضر والكلمة تكون يعني بعقلها وموزونة وعارفة الستيل ديالي. دايما كاينة هذه دايما. يخليك. شكرا لك. الحمد لله. سميرة شنو هي آخر أغنية؟ اخر اغنيه هي اللي كانت غادي تكون اكسكلوزيف اليوم في استوديو لايف. هذاك الشيء اللي كنت باغا يعرفوا الجمهور ديالنا والشباب اللي معنا حصريا على استوديو لايف. وي حصريا. غتكون اغنيه اللي لخصات ربما واحد 3 دقائق ونص من واحد الظروف الصعيبه اللي مريت منها واللي تيمروا منها بزاف الناس، ويعني اللي هي حاله الغيبه والوفاه ديال الوالده ديالي الله يرحمها، واللي من هذا المنبر تنقول الله يرحم جميع الاموات المسلمين. اللي كانت هي بغيت نلخصها في 3 دقائق ونص في تجربه، كانت من كلمات صديق اللي عز عليا وفنان الموهوب المخرج عبد الصمد شرف، لانه كان حاضر معايا يعني المرحله كلها، فاختصرها لي في هذوك الكلمات الزوينين اللي تعبروا على ذاك الوفاء لينا لوالدينا في اغنيه. بحكم انني فنانه شنو غنقدم كهديه وكتكريم لكل الامهات ولكل الاباء، وراك عارفه اني نعز عليا المواضيع الانسانيه، اذا هذه الاغنيه كانت يعني هي الاخر اعمال ديال سميره. الحمد لله على استوديو لايف اليوم حصريا. اخر اغنيه؟ اخر اغنيه غتكون على البلاد وعلى المغرب، اللي هي اغنيه شعبيه نايضه سميتها واعره بلادي من كلماتي ومن لحن ديالي، ان شاء الله غادي تعجبكم. واعره بلادنا الحمد لله. غنخليكم مع اخر اغنيه وسميره بالحاج، حنا غنتلاقاو قريبا ان شاء الله مع مطرب جديد على استوديو لايف جديد. سميره بالحاج.
قلوبا قرت في هوانو بلدي يزيد البلدان خيرها ما كاين حالو هادشي مصالح ليهم بلدي بزاف عليهم وعرا وعرا قولوا معايا وعرا وعرا بلادي وعرا 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 وبلادي وعرا 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 وبلادي بلادي بلادي أيوة أنا سعيدة وعرا بلادي وعرا 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 وبلادي بلادي بلادي الرايه المغربيه بلادنا هذه هي بتسمعكم وعرا وعرا بلادي وعرا 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 بلادي وعرا 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 بلادي وعرا وعرين وعرين تمام وعرا وعرا بلادي وعرا 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 بلادي وعرا بلادي هذه مهما قالوا فرط في هوالو بلادي يا زيت البلدان خيرها ما كاين حالو هادشي مصالح ليهم بلادي وعرا وعرا ايوا وعرا وعرا بلادي وعرا بلادي وعرا 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 بلادي يا وعرا وعرا وبلادي وعرا وعرا وبلادي وعرا الله يعطيكم الصحة بلادي هادي مهما قالوا ما نفرط فيها والو بلادي يا زيت البلدان خيرها ما كاين حالو هادشي مصالح ليهم بلادي وعرا وعرا ايوا وعرا 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 وبلادي يا وعرا وعرا وبلادي